من خلال الاحتفال بتراثنا اللامادي الذي يشكل جزءا من هويتنا المحليه والوطنيه. الناس اللي جاوا يشتغلوا في الفلاحه شكلوا واحد الغنى تراثي ثقافي فني. هذه الفكره هي اللي خلتنا اليوم اننا نفكروا في هذه الفلسفه ديال المهرجان اللي ما هي مهرجان هوار ارض لقاءات. اليوم كنشوفوا من خلال البرمجه المتميزه المتنوعه اللي عندنا، برمجه امازيغيه، برمجه حسانيه، برمجه شعبيه، برمجه غيوانيه، برمجه شبابيه، يعني برمجه مهمه جدا كذلك كترجم لنا التسميه ديال المهرجان. المهرجان اللي شهد عدد من الفقرات، معرض اقتصادي في الصناعه التقليديه وكذلك في المنتوجات المجاليه بالشراكه والتنسيق مع الغرفه المهنيه للصناعه التقليديه، كذلك مهرجان تبرده بالشراكه والتنسيق مع جمعيه ولاد خليل للتبرد والفروسيه اللي كتعيش اليوم الثالث ديالها، وكذلك سهرات فنيه غنائيه التي تعرف مشاركه مجموعه من النجوم المغاربه في الفنون التراثيه المختلفه، اضافه الى فرق محليه تراثيه وكذلك عصريه. المهرجان اللي كيجي من اجل تثمين التراث المغربي وبخاصه الهواري، كذلك خلق واحد رواج اقتصادي وكذلك حركيه تجاريه هنا في المدينه، اضافه الى خلق متنفس للساكنه المدينه والزوار ديالها. اولا كيحصل الشرف انكم تواجد في هذه المنصه الجميله بهواره. الناس بصراحه تجاوب كبير جدا ديال الجمهور الرائع والجميل، واللي خلانا نزيدوا وقت زائد حبا في التجاوب ديالهم. وجمهور راقي، الجمهور لاي فنان في المغرب يتمنى يكون معاه، لان جمهور ما فيش المشاكل، جمهور كيتجاوب مع الاغنيه المغربيه، الاغاني ديالنا حافظين، الاغاني ديالنا اغاني وطنيه في المستوى حتى يتجاوبوا معنا فيها، وكنشكرهم وكنقول لهم تبارك الله عليكم. دائما حميد السرغيني كيحماق عليكم وكيتمنى لكم مزيدا من التعلق والنجاح. تبارك الله عليكم.